يا ودي توكل على الله، قدم الحلقة، اش بيك تغزر هكاك اللاعبين؟ خي قدم انت مش مستانس، قلت لي قول انت. يا ولدي اش بيك؟ يا ولدي كان حبيت نقول راني نقول انا، مادام انا قلت لك قول، واش تقول لي من غير ما تقول لي قول وما مستانس تقول؟ قلت لي انت اش باش نقول انا؟ مالا قول انت. يا ولدي مانيش باش نقول، قول انت الناس تستنى فيك. قول لهم انت مستانس تنجم تقول لهم انا ما عادش باش نقول انا. انا مانيش باش نقول. يا خويا قدم مباشرة للسادة المشاهدين الدبار هاي. قول لهم انت. مرحبا بكم الناس الكل في شاف الفيرما. معنا كل يوم الشاف حروز باش يقدم لكم دبارة رمضان متاع اليوم. ما نقول لكم اليوم اللي هي دبارتنا السهلة ومزيانة كما تعودتوا بها، الدبارات اللي انتم تقترحوها علينا ونحن ما علينا كان نلبيو طلباتكم. والمره هذه باش نقدموا منيو مزيان برشا اللي هو فيه سلطه مفوره ولا سلطة جاردينير ولا سلطه مخلطه، كل واحد كيفاش يحب يسماها. نزيدوا معها لحمه الطن ونشوفوا شنو هي الاساستيوس تاعها كل مره باش نعملوها. المره هذه ما عليكم كان تركز معايا الورقه وستيلو، تبع لي زاستيوس نتاعي، وما عليكم كان بالكومنتات نتاعكم على شاف الفيرما هكاك نجموا نحن نتقدموا وكل عاده نكملوا رمضان مع بعضنا باللي زاستيوس اللي تقترحوهم انتم. رجعنا لكم بالدبارة اللي قلنا لكم عليها اللي فيها السلطة المفورة نتاعنا واللي فيها لحمة الطن. أنا ديريكت ما طاو باش نتعدى الساعة، الترموس نتاعي ديما بحذايا الماء يغلي باش ما يعطلنيش برشا، نقعد نسخن في الماء ويخولي برشا وقت، نولي نخليه هو يغلي، نمشي نشعل الغاز نتاعي، نحط المقفول تاعو كويستو. هاك شفتوا المرة هذه جبنا لكم المقفول لينوكس مش المقفول العادي. ناخو الماء هو يغلي بطبيعته، نصبه لهنا ونخليه يكمل الغلوة نتاعو في عقله، ونشعل الغاز نتاعي، نحط الكاسكاس خليه غاديك يسخن. نجي لهنا ناخو لي زانغريديون نتاعي الكل، عندي السفنية اللي قصيتها جويدة، نحط السكينة نتاعي بحذايا، ناخو القنارية نقصها على الأرض، نحطها على القناريه دوب ما ننظفوها باش ناخذوا الكير نتاعها. اول حاجه نعملوها نمسحوها بالقارص بالكدا، نحطوها في شويه ماء باش تقعد شدت لنا اللون. هكايا القناريه معموله، نجي ناخذ كعبه البطاطا، نقصها جويده، هكايا الخضرة نجيبو الكسكاس نتاعنا بحذانا، أو الماء قاعد يفور بالقدا، نجيو لهنا وناخذو الخضرة الكل نحطوها لهنا. اللوبيا الحمراء بطبيعتها نتاعنا مصموطة، نجيو نحطو شوية جلبانة، نحطولها رويس نتاع ثوم باش نقصوها على أربعة، نحطو السفناريه نتاعنا، من بعدين باش نحطو كعبات طوماط سوريز. بقات لي البيتراف ما حبيتش نحطو، خاطر كان باش نحط البيتراف الماكله الكل باش تطلع لي حمرا. لاستيس نتاعنا هي البيتراف، نحطو في كسرونه وحده صغيره تاع كويستو هاكو عند الموديلات الكل، ونحط فيه كعيبه قارص نخليه يطيب وحده سله سله، من بعدين الماء نتاعو باش ينحي اللون الكل نخليه، نحطو يبرد شويه. من بعد كي نخلط الخضره نتاعي الكل، نلقى البطاطا شاده لونها، نلقى البيتراف شاد لونه، نلقى السفناري شاده لونها، وكل تكستير وحدها، معناها كل حاجه طابت وحدها، خذيت الروح نتاعها وخذيت الكولور نتاعها. هنا
قالت لي اللوبيا الخضراء زادة كيف كيف ما حطيتهاش. أنا حطينا اللوبيا الخضراء نتاعنا، نزيدوا الرويس تاع القناريه بقى غاديكا. هنا لا فواحت لا ملحت لا عملت حد شيء، عندي جوز تعطيني الخضره نتاعي الطيب باش من بعدين كي نفوح يقعد لفاح نتاعي ديما واقف، خاطر كان نحط لفاح ويطلع لي لباخ بدوية مش يهبط في الماء، هكاك القوة نتاع الخضره ما راح حصلنا منها حد شيء، الماء زاد اللي باش ناخذوه اللي قاعد تو يفور باش نستغلوه في حاجه اخرى اللي هي كي باش تعديو لحمه الطن، معناها باش نمرقوا بالماء ولا او كل ما بطبيعته يغلي قاعد يفور لنا في الخضره نتاعنا ومن طن قاعدين نمرقوا به في اللحمة الطن نتاعنا. هذه الخضرة نتاعنا حطيناها تفور هكا بالكدا، نتعدى ناخذ كسرونة صغيرة كالعادة. اليوم المعون نتاعي بدلت الكل إينوكس تاعو كويستو، ديما عندهم موديلات الكل الأحجام الكل والألوان الكل. ناخذ كعب البيطراف نتاعي، شفتوا البيطراف ديريكت يعمل اللون نتاعو. نحن باش نهربوا من الحاجات هذوكم باش ما نحصلوش حصلة نتاعنا وليو نعملوا هكا وناخذوها تطيب وحدها. خاطر البيطراف كان حطيته مع اي حاجه يغلي راهو بطبيعته ما عادش باش تلقى فيه حتى لون. كالعادة الترموس نتاعي قاعد يسخن، في نحط الماء نتاعي يسخن باش نحط ديريكت على الغاز. هنا البيطراف نتاعنا حضر، نحطوه توا نصبوا له شويه ماء، وما ننساوش الكرونديل نتاع القارص نحطوها في وسطه، ناخذ نصبوا لها شويه ماء نتاعها. او نريد ما صبينا الماء عمل اللون خذا الحموريه بالكدا ديريكت مونتاد. نشعل الغاز نتاعي، ننقل المقفول ياخذ الغاز الكبير لهنا، وناخذ البيطراف نحطه لهنا ياخذ الغلوه نتاعو في عقله. هكاك المنيو نتاعنا حضر نتاع لونتري نتاعنا اللي هي السلطه، بقات ناقصه كان اللوبيا والزينه نتاعنا الدريساج، نزيدوها شويه طومات سوريز شويه معدنوس، نزيدوها شويه اللوبيا حمراء. هكاك نوليو حصلنا السلايطه نتاعنا مفوره تعمل 66 كيف كامله. من بعدين ديريكتومون باش نتعداو لحمه الطن اللي هي لحمه الطن برشا ناس كل واحد وكيفاش يعمل لاستيوس نتاعو. انا لاستيوس نتاعي اول حاجه نعملها ديما ناخذ بول، الصحيفه نتاعنا هنا نتاع كازا ديكو ديما موجوده ديما مدلتنا بالفورمات المزيانين وباللاستيوس مزيانين وبالرافيالات الباهيين. نحط فيها ديريكت ديما تروا فرماج بن مريح اللي هو متوفر عندهم بزيت، نجم نعمل جبن فيومي، نجم نعمل انا اليوم يلزمني نستعمل كان جبن رابي خاطر لحمه الطن ما تحب كان جبن رابي. ناخذ ديريكت نحل الباكو نتاعي تاع الجبن، نصب شويه فرماج تروا فرماج تاع جبن مريح، ناخو رويستو مضربين هاشيه شوية ذكاء، ناخو كعيب عظم مرباها راهو لحمة الطن ماهيش اوبليغاتوار بالاسكالوب، فما شكون يعمل معناها ستيك نتاع البوف يحلها بالكدا، تنجم تعملها بستيك، تنجم تعمل كل قدير وقدره، تنجم البلون دو بولي تعمل به لحمة الطن زاد، راهي ماهيش روسيت اوني عندي انا ولا عند غيري، تنجم انت كل قدير وقدره وكل واحد كيفاش يتمتع، وكل واحد كيفاش ينجم يعمل،
هي لاستيوس نتاعها بركة في الفارس. في الصوص نتاعنا كيفاش نحطوا فيها شوية كبار صوص طومات، تبدا فيها كعبات كبار مزيانين كي يعملوا 66 كيف. تنجم تزيدها قرين فلفل كان تاع مسير باش تزيد تعطيك أكل حموضية صغيرة لبنينة. أما كل واحد وكيفاش يحب يعمل، ماهيش أوبليغاتوار، معناها اللي أنا الروسيت نجم نعطيها هي موجودة. شهدت القمرة ثلاثة أهداف تاريخية. في المرتبة الثالثة السوفيات يوري غاغارين، ويعتبر أول شخص اقترب من القمرة. في المرتبة الثانية الأمريكان مع نيل أمسترونغ، أول شخص وصل للقمرة. وفي المرتبة الأولى عبد الحميد من تونس، حيث أن هذا الأخير قرمشة القمرة، ملفوقة قمرة، تقرميشة تونسية وبنة عالمية. بن مرياح علاش لي رشة المعدنوس، اوكي، شوية الطن، هكي كعيب عظم، مضى بينا نخلطها بالكدا الفارس نتاعنا كي علينا، كان نزيدوه شوية ملح وفلفل الأكحل، نزيدوها شوية تاع كركم، ديما الكركم ماذا بينا نحطوه بمغرفة باش مشد لناش اللون، زيدوها كعيب عظم باش تولينا كريم. العظمة متاعنا هنا صاي، خذيت الفورم اللي حشنا بها، شوية متاع كبار وكي الفارس بتاع لحمة الطن متاعنا حاضر. ليطاب اللي هي أول حاجة نعملها ناخد الاسكالوب متاعي، نحاول نشرحه جويد بالقدا باش كي تشرح جويد ويبدا كيما الورقة ينجم يعطينا فورمة متاع دريساج مزيان. اوكي نخليوها طريفة كي هذه فوق منها، وهذه نزيدوها شويه خطره تحسها مازال تخشين. هذو الاسكالوب نتاعنا، نجيو لهنا وناخذوا الطماطم. نحيو ليتات كيما شفت الطماطم نتاعنا، نتعدى نشوف الطنجرة نتاعي قاعدة تفور بالقدا،
والبيتراف كما تشوف فيه سايب اللون نتاعه بدا يحضر حمار بالكدا على الاخر. نعرف شنو نوريه لكم لهنا، تشوفوا ساده المشاهدين في البيتراف كيفاش حمار بالكدا على الاخر سايب الماء نتاعه وبدا يطيب. باش نجي نجبدو على جنب ونطيح في الغاز نتاعي شويه، خط ديريكت هما باش نهز المقله نتاعي هذه باش نطيب فيها صوص طوماط اللي باش نحطها في الفور اللي هي ديريكت هما باش نعمل. نجي لهنا وناخذ كعبه الطماطم نتاعي قصها على أربعة، قصها جويدة هكا، ناخذ هنا ورقة الزيتون نمسحو يدينا، مغرفة صغيرة باش نحطو شوية طماطم معجونة، باش ناخد شوية هريسة عربي، باش ناخد سنينة ثوم، هي كاينة صوص طماطة مو صوص طماط اللي باش نعرفوها معناها نعملو فيها. ناخذ راس بصل نتاع، هنا كملنا لي زانغريدون، باش ناخذ شويه زيت زيتونه بتاع تيروليبا، اما المره هذه بالسيترون. أو كل مره نلعب هكايا بشويه زيت، كل مره شويه جو، كل مره نبدل لكم لي زاستيوس باش انت المره الجايه تعرف شنو باش نعمل. شويه زيت زيتونه وديريكت نهز المعون نتاعي وكويستو نحطوه ديريكت على الغاز، ونقعد نجيب مغرفتي اللوح نحركو بها كيما تفهمنا، ما نحركوش بالمغرفه لا ما نحركش بالمغرفه العاديه باش ما يتجرحليش المعون ويقعد يداوم معايا رمضان، خلوها هكا يتقلى في عقله. اوتوماتيكمون نمشي ديريكت نشوف البلاتو نتاعي ونحضر لحمه الطن، مادام هي تقلات بالكدا نحضر لحمه الطن، ناخذ شويه زيت نتاع كريستال نعملوا له شويه البلاتو ندهنوه بشويه زيت من اللوط كيما تشوف هكا، يزموا الكل ويشرب بالزيت بالكدا باش كيفك كي العاد. كيما وريتكم ديما القارص نعملوا الترونشات صغيرين من اللوط، انا راني نعم ناخذوا الترونشتين اللي هما باش نحطوا عليها من اللحم نتاعنا كيما هكا، ناخذوا الطريف اللحم الاولاني برشا قاعدة تتفرج تو يقولك شبيه ما فوحش يا اخي اش قاعد يعمل من بكري، اللي هو باش ناخذ شوية ملح فلفل لكها لحمة الطن تتفوح على بلاصتها، باش ناخذ لها شوية نتاع كليل من الفيرما بطبيعتنا عندنا كل شيء موجود، تسمع في السيمفوني نتاع المقله نتاعي اللي تحضر نحطها هكا، خلوها تطيب شويه هكا، نحط الماء يسخن باش كي نمرقوها تبدا حاضر، نزيدوها شويه نتاع الكركم نتاعنا باش كي تطيب تعطينا الدوريز مزيانه، شويه فلفل احمر، ونجيو لهنا ديريكتومون نتعداو للفارس نتاعنا اللي هو نهزوه بالمغرفه هكا، الماء نتاعي سخون،
لما تشوفوا الفارس اللي عملته اللي فيه جبن، فيه شويه عظم رابي، فيه شويه كبار، شويه معدنوس، والطن بتاعنا اللي متسمي عليه اللحمه. هنا نحط معهم المسخ نتاعي غادي، ونهز هذي كيما تشوف. هذه لحمه الطن بتاعنا حطينا فيها، باش نزيدوها شويه فرماج رابي من فوق. هي فيها برشا جبن، اما نحن ديما لحمه الطن شويه فرماج تاخذ من فوق. تنقول لكم علاش، من بعدين الزينه اللي فيها شنو باش تعطينا. نعملوا رشه المعدنوس بتاعنا، باش ناخذ كعبه تومات سوريز، باش نحط شطر هنا وشطر هنا. لازمنا نحن في شيف الفيرما ديما ليزاستيس نتاعي انا يبدو مطلعين تطليع. الصوص السامفوني عندي تاع صوص طومات قاعده تغلي من بكري. هنا باش نجي نقصها بركه ونحطها كعبه كامله. ريت الكولارات اللي عبنا عليهم، او كالاصفر الاخضر الاحمر الابيض، الالوان والزينه والشيخات. حسيت كاين الطماطم نتاعي بدات تحضر. اذا الطماطم الوحيده تقرب ماها تعطيك برشا ماء، كي تجي تحركها وحدها تخليها كيما هي. تحط لها شويه ماء سخون مش برشا، كان نقول لكم على الريحه اللي واحد يبدا صايم يشم في ريحه كيف هذيا، معناها عرفتها كلي صاي واحد ما عادش فيه ميكمل رمضان مع الروايح هذوما ما عادش فيه. اكي الطماطم نتاعي ريت هكا قرت الماء نتاعها، حتى انا لهاش برشا زيت، شويه ثوم. طيب باش ناخذوها نحطوها على جنب. كيما تشوفوا الصوص طومات نتاعي حاضرة، والمعون اوكويستو تشوفوا فيه ما يشدش معايا، كي تحركوا بمغرفة لوح وتحطوا على النار هذا يطيب سلة سلة. هنا لحمة الطن نتاعي حاضرة، نزيدوها شوية ماء مش برشا، خليوها كيما هي ديريكت. ناخذ قرين فلفل اخضر مزيان، نجيو لهنا نحطو شطير هكا، وشطير الاخر لهنا. كيما تشوفوا كي لحمة الطن نتاعي حاضرة، زدتها زوز ريوس ثوم باهيين هذوكم. نعرف صاحبي كريم يموت كان على الثوم كحب، وانا يلزمني لبيلو شهوته، وانتم اللي تتفرجوا فيا نمشي نحط في الفور ونرجع لكم باش نقرا الكومنتات شنو شاهين باش نحضر في الديسير. ومرحبا، مكملة معاكم دورتي في السي ان تي اليوم، أما جيتكم بالجديد اللي عندهم. اليوم السي ان تي أباغ الموبل اللي عندهم سيجور صالون لي شامبر، اليوم ولات عندهم تو سكي موبل بيروتيك، لي سيج بيرو، لي بيرو كيف كيف موجودين لهنا. أي واحد يخمم باش يعمل البيرو نتاعو كسوا بارتيكولي ولا بروفيسيونيل يلقى لو بونور نتاعو، خاطر فما فاريتي كبيرة في الموبل بيروتيك، فاريتي كبيرة زادة في لي كولور في لي تكستور. دونك أنا ننصحكم تجيو لهنا، صدقوني راكم ماكمش بتندموا. لهنا أن رابور كاليتي بري بالحق توب توب توب. دونك ما تخافوش، اللي عنده ان بتي بودجي هكا ويحب يزيد جديد في البيرو نتاعو، ولا يبدل كاريمون، ولا يعمل ان اسباس كاريمون بيروتيك في دارو ولا في السوسيتي نتاعو، انا ننصحو يجي لهنا، راهو بالحق باش يلقى لو بونور نتاعو. صدقوني انا نقولكم اعملوا الدوره نتاعكم، انا هاني لهنا معاكم باش نكملوا الدوره نتاعنا، باش نوريكم تو سكي كريتي لهنا موجوده كما قلت لكم فاريتي كبيره. هنا باش نعملوا دوره وتفرجوا معنا.
شاء الله يكون عجبكم توسكي بيروتيك. نتقابل الحلقة الجاية. أنا توا نقول لكم شهية طيبة وألا بخشين. باي باي. كيما تشوفوا كي رجعت لكم للديسير ورجعت لكم مش واحد رجعت لكم مع الشيف غاستون اللي كل مرة عامل لنا حاجة جديدة وحاجة توندونس كي والناس اللي تحبها برشا. ومع تفاعلاتكم انتوما نحن نجم نحضروا الديسير اللي طلبتوه منا وطلبوه منا السادة المشاهدين. وكراي من نهار كل يرغي يقول لي اعمل هذيك رام كتبوا قالوا هذيك هذيك. اليوم جبت غاستون مش عملنا الديسير. غاستون مرحبا بيك. وبيك يا شيخ. لاباس يا شيخ. الحمد لله لاباس. شو عمل فيك رمضان؟ صافا لاباس. باهي لاباس. شده في ربي. الحمد لله. شو محضرنا اليوم؟ سمسه. سمسه وباش باش نعملوها سمسه؟ سمسه بالجلجلين اليوم. جلجلين. أعز حاجه عملتها أنا اللي هي نجم والناس الكل قادرين عليها ما نعملوش لك أما راهو فما شكون يحب يصرف عندنا لي فاريتي. نحن عملنا الحاجه اللي تناسبنا وتناسبكم وفي متناول الناس الكل ونستحفظوا على جيوبنا. الصرف برشا اللي ملان دي ماري وتو نعمل اول حاجه ناخذوا الملصوقه نتاع الجمره اللي هي سبيسيال الاوراق نتاعها نتاع السمسه سبيسيال سمسه اي كيما تشوفوا ملصوقه جمره راهي عندها سبيسيال سمسه عندها السمسه المدوره الصغيره عندها الورقه الكبيره. كانك خمسه في العائله تاخذ باكو صغير كانك برشا تاخذ باكو بو 10 كل واحد وقديش عنده في الدار ياخذ نجم تاخذهم دي كونتيتي صغار وتحل كل مره شوي. والباهي والافونتاج كي تحل الباكو تاع الصمصه ولا الباكو تاع الملصوقه تلقاه ياسر بالسلوفان معناها ما تشيحش منك الورقه فيصه وما تقطعش فيصه. وركز مع غاستون شنو باش ينجم اليوم يعمل في الديسير نتاعو. فوالا نتعاونوا عليه شيخ. نعاونك اي غاستون. الشيف غاستون قال لك انا يا خويا حب ورقة هاني حليتهم لك الأوراق هاي قصدك نزيدك ناخذوا ثلاثة أوراق لازم ثلاثة أوراق هذه هي الثالثة والباقيات خباهم أنا نحطهم في الجدار يقعدوا بالسولوفان نتاعهم نجم نستحفظ عليهم وكل مرة نلقاهم. رمضان مازال طويل يا شيف. أي هذه الصمصة نذوبوا الزبدة حطوا الزبدة تذوب في شوية ميكروون ناخذ البانسون تاعنا اللي بعد ما تذوب الزبده باش ندهنوا بها الاوراق. تعرف انا ذوب لك في الزبده وحليت الفور على غفله والريف يلحق في بطن قاعده تموج هكا الفرماج ولا جراتين ايه يعمل 66 كيف يظهر لي تو ما عادش بشد روحي لازم يذوب لك الزبده ونمشي نتفقد اللحمه نتاعي كيفاش نغسلها في الفور شويه هكاك باش يجي وانا وشقان الفطر وقت زين طاولتي دوما نشعل عليها يعمل الجراتيناج نتاعو ويا حمار بالكدا. انت الزبده نتاعك هي ذابت انا الفور نتاعي هاني قصيته ميرسي. انا باش نهز نمشي نتفقد لحمه الطن نتاعي باش نقول لك كيفاش باش تشوفها لحمه الطن. اول حاجه ندهن الاوراق نتاعنا شوف اللحمه الطن نتاعنا تحضر معلينا كان نقصولها في الفور شويه ندهنوها بشوية زبدة. اي. جوست ندهنو شوية برك مش الكل. فوالا ندهنو البارتي اللي باش نخدمو بها. اي ونقصوها بالسكين. بعديك نقصو الأوراق. ونقليوها في الزيت. هاي نجبد لك مالا المقله نتاع اوكويستو. اوكويستو اللي هي المقله الصغيره نتاعنا هذيا نصب لك فيها شويه زيت كريستال نسخنه ولا هاي. انا هاني نحضر لك البوال نعاون فيك وانت كي يجي يقول لك عاوني تهرب علي انت وكراي خلي مكا اشرف عا. كما شفتوا المعون نتاعنا اوكويستو نلقاو فيه الاحجام الكل الكبير والصغير الالوان الكل كل واحد كيفاش يحب يستعمل تزيد معناها انت في دارك كانك الناس معناها عدد صغير تستعمل معون صغير وكانك عدد كبير تستعمل معون كبير
وما ننساوش الكوكوت نتاعنا اللي تعمل 66 كيف تحضر لك زاد الماكله ليه عندهم المقفول اليوم شفته لينوك زاد ما شاء الله معناها كيما شفت معناها توسك الاحجام الكل ولي فاريتي الكل معاهم كامل معناها تلقاه في الاحجام الكل وفي الالوان الكل. جاستون شبيك دونك نتعديو عندنا الزبده الثانيه اللي باش نعملوا بها الفارس نتاعنا ذوبوها والسامفوني نتاع الزيت نتاعك كريستال قاعده تغني هكاي اللي قاعد يتفرج فينا تو واللي مركز معانا وقاعد هكاي يتمتع بالطاوله نتاعنا شنو باش نحضروا اليوم مشقان الفطر عليه كان فيسع يجبدك التليفون الصفحه نتاعنا الرسميه شاف الفيرما يبعث ميساج كومنتير يقول شنو هي حاجتكم شنو هي شهي شنو هي نجموا نقدموا لكم غدوه ومن بعد غدوه والايامات القادمه الكل وتفاعلاتكم هي باش تزيد فينا برشا انرجي انا غاستون كريم الشيف اشرف معناها الناس الكل بتفاعلاتكم انتم تخلينا نحن نتقدم. دونك الزبده نتاعنا ذابت ناخذوا الجلجلان نتاعنا وبودر نحطوا له شويه زيت نحطوا له شويه زبده قدموا شويه عاد باش نجم نشوفك انا راه ما نجمش نشوفك كي تبدا انت بقال وراك وانا تحت يديك ما نجمش نشوفك لازم الساده المشاهدين وين نتعلم الكل نجموا نعملوا صمصه غدو على الاقل واحد قاعده رمضان تو في الفير مكي كيما تشوف الزيت نتاعي سخن برشا باش ننقص في الغاز شويه غاستون تو حطينا فيها الزبده مع الجلجلان نتاعنا نحركوا فيه والسكر تحطه من الاخر علاش تحط فيه من الاخر فما استيوس السكر جلاس نزيدوه بعد ما تتلم بعد ما تتلم البات نتاعنا نزيدوا سكر جلاس باش نتبعوا الحلاوه كل واحد كيفاش يحب يحلي على روحه ما نجمش نستعمل السكر الارطب نتاعنا العادي لا لازم السكر جلاس باش تبدا فيها القول السكري شوي تبدا بات فوالا وكي واحد يحب مثلا يعمل استيس اخرى نجم يزيدوها برفان تاع جوز دو فاني ولا نجم تختار اي جو معناها معين تحب تحب تخدم به اي جو معين نبي نخدم به نقص لك في الزيت طفيته وراه سخن برشا باش تحضر انت كعبات الصمصه نتاعك مزيانين هكا تركعهم نحطوا نقليهم مع بعض سي بون فارس اما ريت لي باش نعملوها ما نقولوش عليه الكريم الكل قداش ناخذ شطرين نروح به كنت يقول له اعملنا كان كعبتين وثلاثه كعب الساده المشاهدين اللي تفرجوا فيا رد بكم تعاودوا له راهو خلوه بيناتنا حطينا الفارس نتاعنا في الورقه نتاع المنسوقه اي ما شاء الله عليك غاستون تو انت اختصاصي حلوياتك هاو سكري سالي شويه شوي معناها هذا الكل قد ما خدمت انا وياك مع بعضنا وقد ما عملنا جو ما تعلمتش حاجه حاره باش نجيبك مره جايه في حاجه حاره ما يزيك بالسكري اوكي ورينا ابداعاتك كي شنو تجب تنتج لنا وشنو تجب تعطينا فازيت ولا كما قاعدين يشوفوا سيد المشاهدين لازمك تكمل تعمل الفارس نتاع الكعبه قبل كل شيء لازمك تدهن الورقه نتاعك نتاع ملصوقه القمره بالزبده بالباهي بالباهي باش بعد ما سي بون تكمل تحط الفارس نتاعك ما تقعدكش الورقه محلول نعاودوا كعب اخرى خلي نزيد نشوف بالك اللي ما خلطش شاف الكعبه الاولى يشوف الكعبه الثانيه كيما تبعتوا الاستيوس اللي خلطها لنا تو راهو حط الجلجلان قال لك نحطوه ما نرحيهوش برشا خليه احرس شوي حطوا له الزبده نتاعو الذوق الزبده نتبعوها تتبيع سولون اللي انت تلم منها تولي با وبعدين حط السكر محاور نتاعو سولون القول يحبها واحد فما شكون يحب حلو برشا فما يكون يحب انا من رايي ما نحطوش حلو برشا خاطر بعدين عندنا السيرو اللي باش نطيبوه باش نصبوه فوق الصمصه نتاعنا وكرشه البيستاش من الفوق باش تزيدنا برشا بن السيرو راهو فما هنا استعمل في وحده ماء على وحده السكر يجي عاقد برشا نحن نحبوه ديما خفيف نعملوا كيس سكر عليه زوز ماء هكاك ورونديلا نتاع قارص ولا مغرفتين نتاع قهوه قارص صغيرين وديما نحركوا لين يجينا سيرو مزيان كيما تشوفوا في بحث غاستون هكا هو اللي حضروا راه انا خلينا نتكلم هكا تو الصمصه نتاعنا حاضر رجع الغاز نتاعي يشرب ونحطوه يطيب ومن بعدين نعملوا الشحور نتاعنا بعد ما سي بون تكمل يطيب الكعبه نعملوا الشحور نتاعنا ومن بعد نعملوا كيف كيف نختاروا اي حاجه نحبوا نحطوها. اي اما نحن عملنا كعبه واحده صمصه. عملنا كان كعبه كهو. اي معناها كان جاي كريم ولا انتم اللي تفرجوا فينا مشيش تقولوا له عملنا برس. انا ماذا بيا اليوم نخلي له كعبه واحده صمصه حسيتوه بدا يزيد في الميزان انا استحفظ على صحته مش خليه يريجم معايا كان كي تو نتعداو للمقله نتاعنا نقليو الكعبات هذوكم الزيت نتاعنا سخون
ومن بعدين ندرسي ونحطوا الطاوله نتاعنا ونشوفوها وين وصلنا، شنو هي الاقتراحات اللي تقولوا لي عليها، اسكو الطاوله مزيانه نتاع اليوم ولا لا، وشنو هي رايكم وشنو هي الفازات نتاعنا. الزيت نتاعنا كيما شفتوه نتاع كريستال قد ما يسخن ما يتحرقش بالسهل، ديما نتبعوه واحده واحده، وتو مبقالنا كانت عداوه للدريساج. شهدت القمرة ثلاثة أهداف تاريخية. في المرتبة الثالثة السوفيات يوري غاغارين، ويعتبر أول شخص اقترب من القمرة. في المرتبة الثانية الأمريكان مع نيل أمسترونغ، أول شخص وصل للقمرة. وفي المرتبة الأولى عبد الحميد من تونس، حيث أن هذا الأخير قرمشة القمرة، ملفوقة قمرة، تقرمشة تونسية وبنة عالمية. بن مريح علاش لي رجعنا لك شيف، وتبارك الله الاطباق الشهيه هذيا، والحاجه الباهيه اللي في الشيف وفي شيف الفيرما اون جينيرال هي لا جينيروزيتي. اوزر وتبارك الله كل شيء مشخشخ، الاطباق الكل تراها كان الالوان الباهيه زاهيه. كما تشوف ديما نحن لاستيس نتاعنا اللي نعطيوها في شيف الفيرما نعطيو كان الحاجه اللي تمشي معاها والحاجه اللي نجم يعملوها في الدار. وبرشا قالوا لي علاش حطيت طرف قارس يا اخي كي عملت البيترا؟ قلت لهم راهو على خاطر البيتراف باش ما يسيبش اللون نتاعو مع كي تخلطوا مع السلطه تسمتوا وحده، يعطيك من بعدين ستوب في الكولور نتاعو في الكويسون، هكاك تولي السلطه نتاعك ما تاخذش الالوان الكل. كيما تشوف هيك من برا البطاطا بقات شاده لونها، السفنيره شاده لونها، الجلبانه شاده لونها، اللوبيا خضراء شاده لونها، العظم، التومات سيريز، المايس. وتشوف ونسيناك قبل ما نعطوهم معناها اللي هي سلطه كيفاش حضرت، رانا بعد ما عملنا ملح فلفل اكحل مغرفه تاع خل، شويه مايونيز نتاع الليسير، خلطناها بشويه كاتشوب وخلطناها الكل مع بعضها وزيناها الكل من الفوق، ومن بعدين زدناها ضريبه صغيره تاع كاتشوب. تحط شويه مايونيز وكاتشوب بحذاك تنجم تعدي، اللي يحب يزيد يزيد واللي ما يحبش هاكا كل حد على روحه. انا جيست عملت شويه وانتم بعدين اللي يحب يزيد يزيد على روحه. اللحم تطن كيما شفتوا الاسكالوب شرحناه، حضرنا الفارس نتاعنا اللي هو فيه تروا فروماج نتاع نريه، كعب عظم مصموته وكعبتين عظم ني، حطينا له شويه تن شويه كبار وخلطناه الكل مع بعضه مع شويه المعدنوس، وعملنا كيما الفارس نتاعنا، زدناه من فوق شويه فروماج باش يسيب لك الجراتيناج نتاعو. عملنا صوص طومات نتاعنا اللي هي قلت صاحبي كريم يحب الراس ثوم كيما هو هاوك الراس نتاعك، ريت كيفاش حطيت كالعاده والعوايد كالعاده والعوايد، ريت ما ننساكش انا نعرف كيش تحب. قصيت كعبه الطماطم نتاعي هكايا جاوتها، وحطيت لها شويه طماطم معجونه، شويه زيت زيتونه نتاع تير اوليفا، وحطيت قليتها بالكدا باش نحضر صوص الطماطم نتاعي، وك جراين فلفل الاخضر من الفوق هذاك يزيد 66 كيلو. وصاحبي جاستون اليوم دلرنا بالصمصه، انا ما حبيتش نقوت، قلت له خبي لي منهم كعبات، قال لي تنخبي لك راني عاودت لك باش من بعدين نقول له وين اشترى السلعه. حتى انا ضروري نقصوا هاك هو خبى في حب مدهم لي شريت مرسوق اكثر من هكا ما نعرفش معناها. تعرف اللي انت شريت انا القضية شريتها راهي معناها تحاسبوا من بعد بالطبيعه اكيد. وقمره وقمره هذيك هي نتاع الصمصه كانت طويله اكيد، ما استعملكش الاخرى المدوره؟ لا 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 لا، الطويله شريت الطويله وحاسبهم راني يعني. حاسبهم بالكعب حاسبهم.
حكاية توا ما بقالنا تشوفوا سفرتنا إن شاء الله ديما عامرة بالخير علينا وعليكم بجاء شهر الفضيلة هكاية توا نقول لكم أنا وصديقي كريم كان شهية طيبة. We'll be right back.